وللمزيد معنا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفد التلفزيون المصري أحمد عبد الصمد. أحمد، بعد التحية، تابعنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة سان بطرسبرغ. أطلعنا أيضا على جدول أعمال السيد الرئيس على هامش القمة. نعم شروق، أتحدث إليك من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مدينة سان بطرسبرغ التي وصل إليها منذ قليل للمشاركة في النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية. ويعني كما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، هذه المشاركة تأتي للسيد الرئيس يعني حرصا من سيادته على دعم والوقوف مع الجانب الروسي ودول القارة السمراء لمواجهة التحديات. فكما نعلم جيدا أن مصر دائما ما تتحدث عن لسان القارة الإفريقية ودائما محملة بهموم ومشاكل القارة الإفريقية، وهو ما ظهر جليا أثناء قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي في 2019، وهو نفس التاريخ أو نفس العام الذي انطلقت فيه النسخة الأولى في سوتشي تحديدا للقمة الروسية الإفريقية. هذه القمة التي كان في بيانها الختامي نص على أن تعقد مرة كل 3 سنوات، ربما غاب عن القمة الأولى في نسختها الأولى العديد من التحديات التي ظهرت بعد هذه القمة كجائحة كورونا وما خلفتها هذه الجائحة من تحديات تتمثل في ملف الرعاية الصحية الذي هو ملف مدرج على طاولة النقاش للقادة والزعماء، وأيضا ملف الأمن الغذائي ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية تحديدا وانسحاب موسكو من اتفاقية توريد الحبوب مع تعهدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار توريد الحبوب إلى القارة الإفريقية. بالحديث عن والإجابة عن سؤالك شروق في جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فمن المفترض بحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يكون هناك لقاء ثنائي أو قمة ثنائية ما بين السيد الرئيس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذه القمة التي سوف يتم من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ما بين الجانبين، ودعم أسر التعاون فيما بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وهذه التحديات تحديدا. هذه الزيارة شروق تأتي بالتزامن مع مرور 80 عام على العلاقات الروسية المصرية، فكما نعلم العلاقات الروسية المصرية هي علاقات يعني متجذرة منذ ستينيات القرن الماضي تحديدا، فمصر يعني كانت شريك لها في تشييد السد العالي الجانب الروسي، وأيضا موسكو ساهمت مع مصر في بناء قلعتها الصناعية في ستينيات القرن الماضي، وفي عام 2021 تم تنفيذ برنامج الشراكة الاستراتيجية ما بين موسكو والقاهرة، ودخل حيز التنفيذ لبناء المنطقة الصناعية في قناة السويس، هذه المنطقة اللوجستية التي تتم من خلال رجال الأعمال الروس، فضلا عن إقامة موسكو لمحطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة بالساحل الشمالي. وإذا تحدثنا عن العلاقات الروسية والدعم الروسي في الماضي، فسنجد أيضا أن هناك كان دعما لمصر في تسليح الجيش المصري ما بعد حرب 67. إذن هي علاقات متأصلة، علاقات قوية جدا تجمع الجانب المصري بالجانب الروسي، وربما صحيح. يعني خير نعم. دليل على ذلك بأن أول اللقاءات التي سوف يجريها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وصوله منذ قليل إلى مدينة سان بطرسبرغ بشمال شرقي روسيا تحديدا، هو اللقاء الثنائي الذي سوف يتم مع نظيره الروسي. إليك مرة أخرى شكرا. نعم جزيل الشكر لك أحمد عبد الصمد، موفد التلفزيون المصري من مدينة سان بطرسبرغ روسيا.